السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، اليوم نهار جديد وفيديو جديد. اليوم جبت لكم فيديو اللي غادي يعجبكم. ديجا حطيته في القناه بحال هذا الفيديو، ولكن تحت طلب ديال بزاف ديال المتتبعات ديالي، طلبوا مني باش ندير لهم وزاره المدرسه اللي هي الطبليه المدرسه كما كنقولوا بالعاميه. اليوم غادي نفصلها معكم بالقواعد ديالها، غنفصل معكم الطبليه ديال 13 عام تقريبا وبالقواعد ديالها كما العاده كما عودتكم دائما. كنشكركم مره اخرى، كنشكركم على التعليق ديالكم الزوينين وعلى اللايك ديالكم وعلى البارطاج للقناه ديالي، وشكرا لكم بزاف بزاف. شكرا للاصدقاء ديالي القدامى الجداد اللي غيدخلوا معايا جداد، وشكرا للاصدقاء اللي دخلوا معايا جداد. شكرا للاصدقاء ديالي داخل المغرب وخارج المغرب. كاين واحد شويه الصداع ديال رمجاني ديال الطوموبيل. شكرا لكم كما قلت لكم، وبقاو معايا من الاول ديال الفيديو حتى الاخر ديال الفيديو. غادي نشرح لكم بالتفصيل الممل، غادي نفصلها وندقق معكم مزيان مزيان. غادي نحط لكم الفيديو ديال الفصاله بوحدو، وغادي موراه النيشان غادي نحط الفيديو ديال الخياطه. والخياطه غادي ندير لكم خياطه الفيديو، غادي يكون نوريكم غير المهم فيه، البلاصه اللي مهمه عندكم فيه. كنتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنساونيش في لي لايك، وما تنساونيش في البارطاج مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. وهانتوما معايا، بقاو معايا من الاول حتى الاخر باش تفهموا الفيديو مزيان. شكرا لكم بزاف بزاف. انا رجعت معكم البنات باش نفصلوا وزاره المدرسه كما كنقولوا. انا دابا قصدت نقطع لكم هذا قطعت، عندها 80 سنتيم عندها الطابليه، فيها 80 سنتيم في الطول اللي هو هذا 80 سنتيم. انا درت 86 سنتيم اللي درت. هذه هي الحاشيه. بالنسبه للناس اللي كيسولوني على شنو هو التنكيس، التنكيس هو الا خدمنا الحاجه بهكا، هذا هو التنكيس، هذا هو التنكيس. ولا خدمنا من غير التنكيس، هذه الحاشيه هي باش كنخدمو كتمشي هكا بالطول، هذا عادي. ولا فصلنا بهكا هو اللي التنكيس. غادي نرجعوا للموديل ديالنا. هذه هي وزاره المدرسه. داكشي علاش خليت لها هذه الحاشيه، باش نقول الخوات اللي كيسولوني على التنكيس. دابا هذا الحاشيه دابا غنحيدوها هي الاولى. هذا هو الطول ديال الطبليه ديالنا ديال المدرسه او وزاره المدرسه. عندها في الصدر ديال هذه المدرسه ديال عفوا عندها في الصدر ديال هذه الطبليه الصدر لي هونش. علاش كناخذوا العبار اللي كبير؟ هو لي هونش. لي هونش فيهم 27 اللي هي هذه، غادي نوريكم. ولكن غير غادي نعبروا دابا لي هونش، غادي نشوفوا شحال غنديروا في الجلال. هنا كاين 27 جلال اللي هو هنايا، غنديروا 32 باش غيبقى لينا في 30. هي هكا هذه الطريقه باش غادي تفصل. ولكن خص هاد الطبطين يشيط لينا عريضه. شنو غادي نديروا؟ غادي نديروا الداخل في الخارج باش يشيط لينا هاد الطبطين كبير. دابا الا درنا هكا تشيط لينا غير 12 سنتيم. هانتوما شوفوا معايا، غنديروا هكذا هكا باش كنقول لكم راه هاد العبار دي هاد الطريقه ديال الداخل في الخارج كتنفع في شحال من حاجه. عندنا في لي هونش 27، هاد البنيه عندها 12 عام تقريبا، ما بين 12 و 13 عام. لي هونش الناس اللي سميتو كنهبطوا لهم ب 60، هي غنهبطوا ب 56. 56 اللي هي هادي، كنعبروا 27 ها هي هنا. كنجيو للصدر، عندها في الكتاف 20، كنزيدو 5 سنتيم كنزلو ب 25. 25 ها هي هادي. كنشوفوا الصدر ديالها عندها 25 في الصدر، في الربع كنهضر دابا على الربع، هو هذا الكتاف كما كتشوفوا 40 هي هادي. كنزلو ب 15 سنتيم تقريبا. الناس اللي سميتو اللي كبار هي غادي ينزلوا ليها 13 سنتيم اللي هي هادي. هذا هو التركيز، هو هنا نزلنا هنايا ب 13 كما قلت لكم، وكنعبروا هنايا عوض نعبروا 20 سنتيم، كنعبروا 19 سنتيم باش يجي التركيز ديالنا داخل وما تكونش عند هذيك الخرجه هنايا. التقويره ديالنا البنات هي هادي. كنلوحوا الكتاف بجوج سنتيم ونص، الناس صغيره شويه فلاش. هنا دورة العنق غادي نديرو، لأن الطبلية ضروري واخا هي صغيرة كد عندها 7، غادي ندير لها 7.5 لأن الطبلية كتلبس فوق الحوايج. كنسطرو من ديك جوج ونص لعند 7.5.
الحزام عندها داخل بشويه باش داخل الحزام، هنا فيه 25 غنعبروا 40 سنتيم، غنجيو للحزام غنعبروا 24، كنجيو من ليهونش الحزام، ما بغيتش نكثر لان الطباشير حمر بزاف، كنجيو لهنايا كما قلت لكم باش نديرو جلال ديال الطبليه ديالنا، غندير فيها 60 يعني في النص 30 في الربع، غادي نديرو حنا بالخياطه غادي نديرو 31.5 تقريبا اللي غنديرو ليها، وغادي نشوفو داك التبديل اللي قلت لكم راه غادي يشد لينا بزاف. ردوا البال مزيان البنات، هانتوما غادي ندخل شويه هذا هكذا، الا جينا نعبرو دابا هاد الطرف الفوقاني اللي هو ديال الطرف اللوراني، غادي نشوفو شحال عندنا في جهه الكتاف، في التوتال عندنا 24، ولكن الا جينا لهذا راه غادي نلقاو 24، ها هي ها شحال شاط لينا، مابقاش شاط لينا غير 12 سنتيم، شاط لينا كثر دابا اللي غيكون شاط لينا هنايا، وغادي نقول لكم علاش بغيناه، شاط دابا 18 سنتيم هنا. غادي نحل دابا هاد الطرف، نفرق اللور الطرف اللوراني مع القدام، مع الربوع هاد القدام هو هذا، انا قصدت علاش باش ما باش الطين ما يلصقش ليها الطبطين، يكون عندها الطرف لاصق، كنهزو هاد لتحت كنقلبوه لهنا كما شفتو، كنهزو هاد اللوراني الطرف ديال الظهر هو هذا، هو هذا البنات. شنو كان شنو كنديرو بهاد الطرف اللي كنا كنغطشيت لينا فيه غير 12 سنتيم، هنايا شاطر لينا فيه 18 سنتيم، كنتنيوه بحال هكا كيتطوى بحال هكا، هنا غادي نديرو فيه الطرقات ديال هذا، هادي بالضبط غندير فيها الطرقات لان بغات مولاتها بغات الطرقات، كنخرجو هنا ها بشحال خرجتو، خرجتو بقل من 2 سنتيم اللي كنخرج هنا، لان كنخرجو 2 سنتيم الا كنا غيتخيط، هو مغاديش يتخيط، هداك الطرف ها هو اللي كتشوفوه هنا، هذا هو الطبطين ها هو. دابا نوريه لكم كيفاش غادي نفصلو، دابا هذا هو هو هذا، غادي نفصل مقطع الكتاف من طبيعة الحال كنخلي كنخلي الكتاف بالخياطة، تركيز حاولت نكبرو ليها شوية لأن كيتلبس فوق الحوايج، الطابلية كتلبس فوق الحوايج، وما تنساوش هادي، هادي غادي نطراسيو هنايا حتى لتحت، كما قلت لكم البنات هنا طراسيناه حتى سميتو، وكنفصلو تنكملو على الفصالة ديالنا وكنخليو سنتيم كما شفتو. ديال الطبليه ديالنا باش ما تجي لينا نازله من التحت، شنو كنديروا ليها، كنتنيوهم كلش كنتنيوهم كاملين هذا وهذا، انا غير تنيت واحد لان كيجي غليظ، تنيت غير واحد دابا باش نقطع واحد وغادي نقطع عليه الاخر باش ما يجي يعوج، هذا انتما كتشوفوا واحد خارج واحد داخل، كنقطع هذا كنقادو مزيان على اللي قصير، داك القصير علاش كنقادو عاد كنحل عاد كنقاد على الاخر لان الثوب غليظ ما يمكنش نقطع. شوفوا كي داير عوج، غنجيو لهاد التركي هاد الكتاف اللي طيحنا غادي نفصلوه حتى هما بحال هكا، الا جا غليظ بحال هكا عاودو فرقوه، وهاد الثوب البنات سميتو سيرج، هو باش كيفصلو الطابليات ديال الطبار ديال المدرسة تيكون زوين ماشي كوبليه. هنا كما قلت لكم كنعبر 7 سنتيم اونص هي هادي، وكندخل بجوج سنتيم بطريقه دائريه بحال هكا، كنقطع عاوتاني غير واحد ومن بعد نقطع الاخر لان كما قلت لكم غليظ، هذا دابا البنات هو هذا هو هما الربعه ديال القدام، وهذا الطرف اللوراني بان لي هنا شويه فيه شي حاجه ماشي هي هذيك شويه، نرجع على الحساب كنجي للثوق، هاد في غادي يكون في وغادي يكون غادي يكون شويه ميل، غادي نوريكم كيفاش في، غادي ندير لها 18 هي هادي 18 سنتيم، ما كنخرجوه حتى القنت شوفوا معايا، غنجيبو غير حتى لهنا وكنخلي سنتيم وكندير واحد بحال الدريجه هنايا، وكنجي لهنا كندخل النص ديال هاد في كندخل بواحد سنتيم هنا باش كيجي في، ولكن كيجي بحال اوفال، راه دابا هذا اللي فصلته البنات راه 4 ديال الطروفه، حتى داك اللي شاط حتى هو تفصل، هو جمعتهم ب4 ديال الطروفه، هذاك الطرف اللي كنا شاط لينا في الداخل في الخارج حتى هو مجموع معاه، كنفصل هذا غير على ودي انه كبير غليظ عفوا،
داكشي باش فرقتهم. كديروا هنا غير سنتيم البنات كي كيتكروزو صديفات. كنحيد هذا الطرف اللوراني، كنجي لهذاك الطرف اللي خليت مجموع معاه اللي هو هذا كما كتشوف، كنجي ليه كنعبر هنايا هذا الطرف دابا باش نقادو في الفصاله، كنعبر هنا شحال 7 سنتيم باش فيه، تقدر يفوت حتى ب 8 ماشي مشكل. كنجي لهنا كندير 7 سنتيم حتى هو حتى هنايا، وكندير ليه كنديه الفوق، وكنجي لتحت كندير 7 ديال السنتيم لتحت ديال الطابليه ديالي، وكنستر بالمسطره. دابا كنفصلو كنقادو بهذه الطريقه، كتجي احسن من الى زدنا ليه التبطيب. كنحاول نقطع حتى هذاك الطباشير باش ما يبقى ليا في الطابليه. الطبتين ديالها البنات لاصق فيها، نتوما كما كتشوفوا الطبتين ديالها لاصق فيها الطابليه دائما. حاولوا ما تلصقوش الدوبلوي، حاولوا يكون منه فيه. وكنديروا ليها هاد الضريبه ديال سنتيم تقريبا اللي كنديروا فيها هي كما شفتوها. علاش غادي نوريكم علاش دابا، واخا جيني الفيديو طويل غادي نحاول نوريكم كل شيء باش يجيكم سهل ويجيكم مفهوم. على حساب السيدات اللي قالوا لي بغينا نصوبوا حتى لينا سميتو ديال الطابليه، هذا كنطويه بحال هكا وهذا كنطويه بحال هكا. نتوما كما كتشوفوا ملي كنهزو هاد الطرف كنحطوه على هذا كيجينا بحال كما كتشوفوا هكا. دابا غادي ندوزو للكمام، غادي نفصلو الكمام طرف هاد الثوب. شريت متر ونص اللي جبت، متر ونص اللي جبت فاش بغيت نفصلها، قطعت 85 سنتيم شات لي الباقي، غندير منه الكمام وغندير منه الجياب وهداك الدوبلور اللي كيكون في دورة العنق. دابا باش نعرفوا شحال العرض ديال اللي بغا ديال الطابليه ديالنا، خصنا نديرو فيه بحال الكتاف. عندها في الكتاف 40 كنقسمو على جوج، كتعطينا 20 اللي كنديرو عندها هنايا، 20 بالخياطه بكلشي. بحال لا قلنا غادي نديرو فيها غير ديك 19 او 18 ونص. الكمام عندها 58، انا غادي نقطع في الثوب غادي نقطع فيه 63 على حسب العطفه. 63 ها هي، غنحيد الحاشيه هي الاولى، غادي نزيد شويه لان ديك 20 نقص من هذه الحاشيه. البنات ما غاديش نوريكم القواعد ديالكم هنايا كيفاش كنفصلوه، لان الطباشير احمر وما غيتحيد ليا من الثوب ابيض. غادي كان عندي الفيديو في القناه ولكن غندير في شي ثوب اخر غادي ندير معكم. غادي نعبر الكم ديالي، غنخلي هنايا قياس الخياطه هنا كنخليو ديك سنتيم ونص سورجي، كنعبر 58 اللي هي هنايا. كنتني الكم ديالي بحال هكذا، كنتني غير ديك جوج سنتيم ولا 3 سنتيم بحال هكا، انا طويت غير 3 سنتيم تقريبا. علاش كندير هاد التنيه هكذا؟ ملي كنفصلوه وكنخيطوه ما كيجيش عوج من سميتو. غنوريكم كيفاش غندير لي فينيته باش يجيني هو هذاك. فمركم عندها 14 سنتيم عندها في القياس ديال هاد الطابليه كما كتشوفوا 14، انا غندير 15 سنتيم على حسب الخياطه هي هذه. مع البرد خص ديما هنا يجي واسع شويه. 58 هي هذه قياس الخياطه ها هو. هنا كنهبطوا ب 14 سنتيم لان صغيره البنت، 14 سنتيم اللي كنهبطوا هنايا هي هذه. كنطراسي بحال هكذا تحت البطا، هذا هو تحت البطا البنات. كنشوف شحال عندي هنا، عندي 46 كنقسمها على جوج كتعطيني 23، كندخل هنا بواحد سنتيم وكنجي بحال هكا. دابا هنايا البنات
كتبقى عندي فيه 20 سنتيم على حساب الخياطه. غتبقى لينا غير في 19 الى سميتو الى خيطنا. هنا كندخل كما قلت لكم غادي غير نفصلو قدامكم هكذا، ما غاديش ندير لكم القواعد ديال هنا. كندخل بجوج سنتيم تنمشي بطريقه دائريه بحال هكا. علاش ما درت لكم الا كما قلت لكم الطباشير غادي يبان في ما غيتحيدش من هذا الاحمر، هذا الاحمر ما غيتحيدش من الابيض. كنهزو الطابليه ديالنا، ودائما كنقول لكم الكم يكون التقويره ديالو تكون كبيره على الطابليه او على اي حاجه خيطتوها بواحد شويه. الكم ديالنا هو هذا، واللي شاط لينا هو هذا. هذا الكم دابا غادي نشبعوه على الطابليه، خصو يجي قدو. واخا انه كيبان لكم كبير، تركيز صغير على الكم بواحد سنتيم ونص تقريبا، ولكن ضروري نديرو ليه بحال هكاك باش يجي واحد قد، باش هذا يتشبع بهذا باش ما يكون عندنا فيه لعيب. دابا غادي نفصل لكم الدوبلور ديال النور ديال الطابليه ديالنا، ديال الظهر ديال الطابليه ديالنا. غادي نمشي لواحد الطريف اللي هو هذا، اللي يكون مسدود من هنا، خصو يكون يجي مسدود من هنا. كنطوي هذا الطرف اللوراني ديال الطابليه، هذا نص لوراني، غادي ندير ليه بحال هكا. غادي نكوبي عليه، ما غندير حتى شي حاجه اللي غادي نزيد من عندي ولا شي حاجه، غير كتكوبيو عليه بحال هكا. كنتبع ديك 7 سنتيم اللي درت هنا، وكنخرج هنايا ب 6 سنتيم بحال الدوبلور اللي درنا في القدام. كيف كنخرج بها هو بحال هكا، كنخرج غير ب 6 سنتيم من هنا، كتخرجوا ب 6 سنتيم ويكون بحال هو هذا. هنا كتخرجوا ب 6 سنتيم باش تعرفوا ديروه يجيكم ساهل. 6 ديال السنتيم هنا، غندير 6 ديال السنتيم وانا غادي هنا كنهبط ب 6 ديال السنتيم، وكنمشي بطريقه دائريه. تقدروا ديروا حتى 7 حتى 8 ماشي مشكل، غير انا بغيتكم باش تبعوا هذه القاعده وتبقى عندكم الدماغ ديالكم. كنجي بطريقه دائريه بحال هكذا، كنحاول نحيد داك الطباشير هكذا. كندخل هنايا بحال كي درت في الطابليه، كندخل بجوج سنتيم تقريبا او سنتيم ونص. هذا دابا، هذه دابا هي الطابليه ديال الظهر ديال الطابليه ديالنا هو هذا، والطبتين ديالنا اللي قدينا ليه هو هذا، اللي كيغطي داك العيب كله هو هذا. كما كتشوفوا هو هذا. دابا اللي بقى لينا البنات هما الجيوب، الجيوب ديال الطابليه ديالنا كي غنفصلوهم. نحيد هذا، حاولوا ما ديروش التنكيس السير ديما، ما ديروش ليه التنكيس لان كيجي خايب. تقريبا 20 سنتيم اللي كنحيد في العرض ديال الجيب، 20 سنتيم. هذا كنهز القياس اللي بغيت من هنا، كنشد الجيب ديالي بحال هكا، كنبغي يجي ميل بحال هكذا او اي طريقه، الا بغيتو يجي مربع يجي مربع. كنشد هذا كنقصو مازال، كنجيبو هكا بحال هكا الى ميل. كنجي لهنا نقطع هاد الطريف، هاد الطريف من هنا دابا درنا ليه 5 سنتيم. نوريكم الجهه الاخرى، الجهه الاخرى فيها 9 سنتيم. شنو كنديروا ليه؟ كنخيطوه بحال هكذا غير باش يتهرس داك الديكور ما يجيش خايب. نتوما اللي عجبكم ديروه، بغيتيه يكون غير مربع ديروه مربع، وكنخيطوه بحال هكذا. وكتكون في هذه اللعيبه بحال هكا تيجي زوينه البنات، ها هو حتى يجي بحال هكا. وكنديروا هنا حدا الطلاقات، وهنايا كيجي في الجنب هكا. البنات فصلنا الطابليه ديالنا، بقاو معايا شوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وان شاء الله غادي نحط لكم ديال الخياطه، نحاول نديرو يكون ما يديش الوقت بزاف. كنشكركم مره اخرى، وشكرا لكم على اللايك ديالكم، وما تنساونيش في اللايك الى لقاء فيديو اخر ان شاء الله.